الفيديو ليا شربت الميه واشرب ميه دافيه ما بشربش ميه عاديه ولا دي الصاله بتاعت القهوه في جهاز القهوه والغلايه في جهاز برضو بتاع ميه مغليه باخد كوبايه من الميه المغليه يعني شويه ميه مغليين واروح اضيف عليهم شويه ميه عاديه عشان يعني تبقى فاتره كده واشربها ما اجمل شرب الماء الدافئ بردة وبعدين بكمل الجيم اول خطوه في الجيم ده لانه اول فيديو هوريكم بس ايه ان اول خطوه في الجيم عندي ان هو التسخين التسخين بيتم عن طريق استخدام الالات اللي في مدخل الجيم ده الجيم كده في بدايته هنا زي انتوا شايفين الجدع اللي بيجري الناس اللي انتوا شايفينهم دول اللي هو الجري والمشي المكان ده اسمه كارديو كل دول كارديو وبعدين هنا في الاستريتشنج اللي انتوا شايفينه جهاز بتاع تمارين البطن استريتشنج وجهاز فانا بعمل تسخين هنا وبعدين لمده 5 دقائق 10 دقائق قبل ما ابتدي وبعد كده بكمل على تمارين اللي هو الرجل والساقين والفخذين النهارده هبتدي بهذه التمارين كل يوم كده هعمل تمارين معينه لعضلات معينه في جسمي بحيث خلال الاسبوع اكون عملت تمارين لكل عضلات جسمي وبعدين اعيد في الاسبوع التالي نفس التمارين مع ملاحظه زياده الاوزان تدريجيا وتابعوني واستمروا بقى معايا وربنا يقويني ويقويكم دي بتمارين الايروبيك الواحد تمارين عضلة مفصل الكتف عشان مفصل الكتف يبقى مرن ولين تمارين مفصل الكتف بتتم بتحريك الكتف في مختلف الاتجاهات دائري وخلفي وامامي المهم انه يتحرك في مختلف الاتجاهات بحيث يبقى مرن وانتوا عارفين الكتف ده مهم جدا مفصله حساس وهو من أكثر المفاصل العرضة للإصابات ودي التمارين ايروبيكس لتليين مفصل العمود الفقري مفاصل العمود الفقري منطقة الوسط ومنطقة الحوض الواحد بيكررها عدة مرات بحيث يبقى يحصل نوع من تسخين العضلات وتلين المفاصل في المنطقة وتمارين المشي او الركض في الموضع الثابت بحيث الواحد برضو يسخن عضلات الساقين والفخذين تمرين السكوات اللي هو الواحد يقعد ويقوم وينزل ويقوم ده تعمله على قد ما تقدر وعلى قد ما وسطك يساعدك يعني التمارين اللي هو التسخين ده ممكن تعملها في البيت لو حبيت مجرد جري في الموضع وشوية سن يعني اللي هي الايروبكس بصفة عامة 10 دقايق كويسين كويس قوي عشان الدورة الدموية تنشط كده والعضلات تبتدي تصحصح قبل ما تعمل اي تمارين بعد ما قمت بالتسخين اللي هو خد معايا بتاع 5 دقايق من 5 إلى 10 دقايق هروح على القسم اللي هناك ده اللي انتوا شايفينه في الاخر
لتمارين الرجل والجزء السفلي من الجسم. يلا نبتدي تمارين الجزء السفلي من الجسم، الساق والفخذين. دي الأجهزة اللي بتركز على الجزء السفلي من الجسم، ده تمارين خاص بالساقين والفخذين لتقوى عضلات الساق الأمامية والخلفية والفخذ برضو الأمامية وخصوصا الأمامية. ودي أجهزة أخرى دي بتركز على عضلات الفخذ الخلفية، ودي بتركز على العضلات الداخلية، ودي اللي اسمها ادكشن ادكتورز، ودي ابدكتورز ابدكشن اللي هي العضلات الخارجية.